والهواء اللي بنحط فينا كله مشبع بغاز الأكسجين. حملات توعوية من مخاطر السلاح الكيميائي وندوات يطلقها أصحاب القبعات البيض تستهدف الأطفال والكبار ضمن برامج مكثفة وطرائق حديثة للحيلولة دون وقوع إصابات، فيما لو تعرضت بلدات ريف درعا لمخاطر كيميائية من قبل النظام وميليشياته. نحن الدفاع المدني السوري لقد قمنا بإنشاء حملات توعية لتوعية المجتمع في الداخل السوري عن مخاطر الأسلحة الكيماوية وكيف يتم الوقاية منها، والحمد لله لقد وجدنا هناك حاضنة شعبية لهذا الموضوع ووجدنا حضور جيد. نأمل من المجتمع الدولي أن يوقف آلة القتل اللي هي النظام المجرم وأتباعه. حنين الطفلة ذات 10 أعوام لم تخفي تأثرها من مجزرة خان شيخون من خلال كلماتها البسيطة والمؤثرة، فيما أبدت تنديدا طفوليا بما يفعله رأس النظام وأعوانه في البلدات السورية. أول إشي يوم ينضرب نطلع على أعلى طابق عشان لأنه البخار بيكون أثقل من وزن الهواء، وبنطلع لفوق ما بيصل لعندنا. طيب حنين، انت شفتي سمعتي اللي صار بخان شيخون باطفال خان شيخون؟ شو رايك باللي صار؟ هذا مو عادل، لانه بشار الاسد قاعد يضرب عليهم بالكيماوي وهو ممنوع منعوه غاز كيماوي. تركزت حملات التوعية هذه على استهداف فئة الاطفال في مراكز الدعم النفسي والمدارس، واللافت في الأمر حالة الثقة الكبيرة بين هؤلاء الأطفال وأصحاب القبعات البيض. ألقينا محاضرة بمركز إنجاز عنوانه السلاح الكيماوي وطرق الوقاية منه وطرق العلاج منه والإسعافات الأولية. الاستجابة كانت الحمد لله 100%، كانوا أطفالنا جيل المستقبل فلدة أكبادنا مستجيبين، والاستجابة كانت الحمد لله تماما. 6 مراكز للدفاع المدني تنتشر في الريف الغربي والشمالي لدرعا، فيما تقع على عاتقهم حماية المدنيين وممتلكاتهم ونشر التوعية من مخاطر الحروب رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها. حملات توعوية أطلقها رجال القبعات البيضاء هنا في ريف درعا، حملات استهدفت الأطفال والنساء والكبار توعية من مخاطر الأسلحة الكيماوية، لا سيما بعد المجزرة التي ارتكبها النظام في مدينة خان شيخون. لأورينت نيوز، فادي الأصمعي من منطقة الجيدور في ريف درعا الشمالي.